بدأت أعمال إعادة تأهيل طريق العقبة الخلفي ضمن خطة لإنجازه على مدار 6 أشهر بكلفة 3,550,000 دينار. وشرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال مقاول محلي بتنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق العقبة الخلفي، وتحديدا المسرب الأيسر وأجزاء متفرقة من المسرب الأيمن. وقبيل بدء العمل جرى تحويل مسار الشاحنات المتجهة إلى ميناء العقبة ليصار عبر الطريق السياحي، مرورا بشارع مكة باتجاه دوار الحاويات، ثم صعودا باتجاه جسر الترخيص وساحات الميناء. من جهتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أوضحت أن ذلك لن يؤثر على الأعمال الجمركية والمعاينة، إذ ستكون في المكان ذاته المعروف بالساحة الجمركية رقم 4. ويمتد الطريق الخلفي من جسر اليتم إلى الموانئ إلى مسافة 21 كيلومترا تتعرض معظمها للإهمال المزمن منذ عشرات السنين جراء افتقارها للشواخص المرورية وانتشار الحفر والمطبات واهتراء قشرتها الإسفلتية. نحن عملنا الإجراءات السلام العامة على الطريق كافة من خلال التحويلات، خلينا نقول شواخص الإرشادية، أيضا مثبطات السرعة، بالإضافة إلى انتشار رجال السير على طول المسار. اليوم أنا بأكد لأخوان السائقين الالتزام بشواخص المرور الموضوع على هذه التحويلة، أيضا التزام بالسرعات والالتزام بتوجيهات رجال السير، وأيضا اتخاذ المسرب اليمين دائما، والعبور من خلال الأنفاق اللي هي إلزامية أصبحت اليوم من خلال نفق مكة أيضا باتجاه الشلالي وباتجاه الموانئ. هذا العطاء طبعا هو محال على مقاول أردني، قيمة هذا العطاء حوالي 500 مليون 550، تقدر تقول 600 ألف. إن شاء الله المدة يعني المتوقعة لدينا احنا إن شاء الله بعد جهد مع الوزير مع المقاول إنها تكون ضمن المدة، وإذا ما كانت إن شاء الله أقل ما لم يكون هناك عوائق أو شيء تذكر. لكن بحمد الله احنا الآن خلصنا من موضوع الطريق الخلفي.